السلام عليكم. السلام عليكم. اللاعب الدولي عبد اللطيف فاتي، لاعب شباب المحمدية. عبد اللطيف، أولا الجماهير الرياضية المغربية العاشقة لكرة القدم داخل القاعة، والعاشقة خاصة اللاعب الفنان عبد اللطيف فاتي، الله يحفظك اخويا عمر، شرفينا اخويا عمر. كيتسائلوا على الحالة الصحية ديالك، خاصة أن الجميع بقى مخلوع ملي شافوك خرجتي معمول ما عند رجال الوقاية المدنية بالعيون. بغيناك تطمئن عبد اللطيف، أنت شخصيا المحبين والمتتبعين ديالك، لا أولا كيفاش جرى الحديث، ثانيا الحالة الصحية ديالك حاليا. الحمد لله. بدأ أول حاجة كنبغي نشكرك اخويا عمر، اخويا عبد التيفاش اخويا، وكنشكر جميع الجماهير اخويا اللي كانوا كيشجعوا فيا وكيشوفوني البارح. اللهم لك الحمد، كما قلتي الصحة ديالي اليوم راه مزيان بخير، اللهم لك الحمد. العملية اخويا بخير، البارح مع 12 الليل البارح كنت شوية ماشي هو داك، ولكن الحمد لله اليوم راه بخير، الحمد لله انا وعائلتي بخير. كنبغي نشكر صحابي اللي شجعوني وكاع الناس اللي اتصلوا بيا وكاع، وكنشكر حتى اخويا عمر، كنبغي نشكرك. اللهم لك الحمد اخويا عمر، هاد النعمة اللي ما عندي من ندير، فهمت اخويا عمر؟ اكيد اخويا، هادشي هذا امر الله سبحانه وتعالى. اكيد عبد اللطيف، وهذه هي الضريبه ديال كره القدم، الانسان دائما كيتعرض. فهذا الحمد لله ان اطمئنتينا وقلتي انها خفيفه، اذا تكون العوده ان شاء الله ديال عبد اللطيف قريبا ان شاء الله. ان شاء الله عطوني 4 سيمانات بحال هكا، 5 سيمانات قبل تكون موجود ان شاء الله باذن الله. الحمد لله ان شاء الله. هي اللي كاين اخويا عمر. اكيد عبد اللطيف فاتي، اللاعب الدولي لكره القدم داخل القاعه ولاعب شباب المحمديه باسم الجماهير المغربيه، كنتمنوا لك الشفاء العاجل والعوده ان شاء الله للميادين. ان شاء الله اخويا، وشكرا بزاف اخويا عمر، اخويا عبد الشفاء، الله يحفظك، الله يكبر لكم اخويا. شكرا، تبارك الله عليك عبد اللطيف.